السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ نور. النهاردة هنعمل مع بعض الليمون بالنعناع. طريقة سهلة قوي وجميل وطعمه لذيذ جدا، وهيفيدك وهيفيد أولادك. طبعا الشتاء داخل والبرد ومراحل فصول الشتاء والمدارس بقى والعدوى، فدلوقتي احنا هنعمل مع بعض عصير ليمون بالنعناع. معانا دلوقتي 3 ليمونات متقطعين صغير، ومعايا نعناع يفضل ان هو يكون فريش. انا اللي عندي ده النعناع ناشف، ومعايا كوباية من السكر وكوباية صغيرة من اللبن، ومعايا مية طبعا في الخلاط. هبدأ احط عليها السكر، انزل عليها كوباية السكر وكوباية من اللبن، وهضربهم مع بعض. واحط النعناع برضو مفيش مشكلة، كلهم مع بعض وهضربهم. هندوب السكر مع النعناع واللبن، نخليهم يدوبوا مع بعض. طبعا ما ينفعش تحطي الليمون في الاول، عشان الليمون مش هيخلي العصير بتاعك يبقى مسكر، السكر مش هيبان. فطبعا لازم تحطي السكر الاول ويدوب. نديله ضربة تاني. تمام كده، هبدأ انزل عليه الليمون. انا قطعته صغير عشان يقدر ان هو يتضرب كويس في الخلاط. تمام اهوت معانا خلاص كده، هكون مجهزة حاجة اصفي فيها، ومعانا المصفى عشان تصفي عشان ما يبقاش في اي كتل او مكان النعناع او حاجة. هتلاقي احلى بكتير قوي ان انت تجيبيه من بره، اللي هو يعني من الكافيتيريا. اما تنزلي تروحي كافيتيريا ولا حاجة، بيعملوا عصير النعناع بنفس الطريقة، الليمون بالنعناع بنفس الطريقة. هنصفيه واحدة واحدة. بص النعناع هو يفضل ان هو يكون طبيعي يعني طازة، هيديكي نكهة اكتر واقوى. انزل بقيتهم. لا اول مره تتفرجي على قناه نور مطبخ نور، ما تنسوش تشتركوا في قناه نور وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودوقوه طبعا هيعجبكم جدا 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 انا متاكده. ولو عجبكم فعلا ابعتولي اعملولي لايك. تمام صفيته. تمام كده هبدا ان انا اجيب بقى الكوبايات بتاعتي. هنفضيه مع بعض. تمام، وبكده نكون خلصنا العصير بتاعنا الليمون بالنعناع. والف هنا وشفا، هيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.